اذا اسعد الله اوقاتكم متتبعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر وهنا من مدينه الدار البيضاء. مشاهدينا وعيدكم مبارك سعيد، واليوم هو ثالث ايام عيد الاضحى المبارك السعيد. تعيدوا تعودوا مشاهدينا، وكنديروا معكم اليوم جوله في درب السلطان احد شوارع مدينه الدار البيضاء الكبرى. مرحبا بختي حليمة. اذا تقاطع كنتواجد معكم في تقاطع شارع محمد السادس مع الفيدا. اذا هذا الشارع اللي كيشهد دائما ازدحام على مدار السنة. اذا درب السلطان كيف ما كتعرفوا القلب النابض لمدينه الدار البيضاء. اللي كيعرف واحد الرواج كبير واللي كيشهد استقبال طبعا من مدن مختلفه كيجيو كيتقداو منه، القصريه ديالو معروفه. اذا مشاهدينا نديرو دردشه، حنا معكم في جوله في درب السلطان كما فكرت. إذا سعيدكم مشاهدينا كيعيدتو مزيان أحوال مزيانة، ونفتحوا الحوار مع الزميل عصام. أهلا بك الأخت لمياء، ومبروك العيد على الجميع الأمة الإسلامية إن شاء الله. كيف ما كنشوفوا الأجواء اليوم الثالث من عيد الأضحى، كنشوفوا بدا شوية الرواج، بدا ما بقاش بحال البارح، كانت باقا شوية الدنيا خاوية. أكيد الحمد لله الناس بداو كيخرجوا شوية. كيف ما كتعرفي درب السلطان كيف سبق شي وذكرتي أنه القلب النابض ديال الدار البيضاء، حيث كاينين بزاف ديال كيف ما كنعرفوا القيصاريات الجميعة، يعني كيكون فيه الرواج بزاف. مازالين المحلات شادين؟ اكيد اكيد، الناس راه بغاو يشويو وبغاو ياكلوا شويه الحيبات، راه هذه هي الفرصه فين كيريح بنادم كيرتاح شويه كيشوف العائله، يعني كتكون صله رحيم ما بين الاهل والاقارب. نتمنى ان شاء الله الله يدخل عليكم هذه الصحه والسلامه ان شاء الله. نفتحوا الحوار مع المشاهدين. المشاهدين دائما احنا معاهم عبر قناه شوف تي في، باش كنقربوهم من دائما من الحدث كيفاش داير والوقت كيفاش كتكون كاينه. كذا سعيدكم مشاهدينا، نتمنى انكم تكونوا بالف الف خير دائما. تشاركونا بلي كومونتير ديالكم باش يعني نشوفوا شي نتوما فين دوزتوا العيد، كيفاش جاكم هذا العام، كي كان الحولي لقيتوه زوين ياك الاخت لمياء؟ اكيد سافرتوا ولا ما سافرتوش، درتوا صله الرحم، شفتوا الاحباب ديالكم. حنا دابا في ميمكن ميمكن في الايامات العاديه راه كيكون عامر. اكيد الشارع كيكون بزاف عامر صعيب بس توصل غير السطوب. كلشي موجود الاخت خديجه في الدار البيضاء. الحمد لله الدار البيضاء انا كتبان ليا مغرب صغيور، يعني كاينه طنجه كاينه مراكش كاينه اكادير، ولكن كازا عندها واحد لو شارم ديالها، مجموعين فيها تقريبا جميع يعني المغاربه، كاينين شماليين كاينين الناس ديال الامازيغ فاسا، الحمد لله احنا مغاربه كاملين، ويعني بزاف الناس كتعجبهم كازا الاخت لمياء، وكيبغيو كاين اللي كيجي كيزورها وكيبغي يستقر فيها كتعجبو الاجواء ديالها. دونك كازا هي مغرب صغيور، عباره عن مغرب صغيور كنعيشوا فيه، وعاد كاين المغرب كبير الحمد لله. واللي مولف كيعيش في كازا فصعيب يمشي يتاقلم مع بلاصه اخرى. صعيب شويه صراحه صعيب. اكيد حنا فتحنا النقاش نسولكم واش شفتوا احبابكم؟ واش شفتوا عائلاتكم؟ واش اللي موالفين انهم كيعيدوا مع عائلاتهم؟ وصبحوا كيعيدوا بوحدهم؟ المتزوجين الجدد كي جاكم اول عيد كتعيدوا بوحدكم؟ الناس الجداد يلاه كيكونوا مزوجين اكيد كتكون
شويه الاجواء غريبه. سنشوف اللي مولف تيعيد مع العائله ديالو يعني كتكثر عنده شماره لا بالنسبه للدري لا بالنسبه للدريه. اكيد حتى ديك سنه الرحيم ما بقيناش كنشوفوها بزاف. ماشي نديرو الصبره كاينه كورونا ما نشوفوش شبابنا. هو دوك هي متفق معاك. واحد التقاليد اللي كانوا راسخين في يعني في الاذهان ديال المغاربه يعني بدات شويه كتقل من ضمنها صله الرحيم كانت شي شويه. يعني حد دائما الوقت كدوز والوقت كتبدل وبزاف الحوايج كتبدلوا. وهاد الجينيراسيون اللي جايه جديده يعني عاوتاني غير بزاف الحوايج شباب ما غيبقاوش اللي كانوا دابا ما غيبقاوش. هي الحياه يعني دائما كاين تغيير فهمتي. ولو خاصها تكون صله الرحيم خصوصا الوالدين. اكيد اكيد خوت اكيد الوالدين ما كتعوضوش. الاخت كاتي كاتي كتقول لنا شفنا الوالدين الله يخليهم لك الاخت كاتي والله يخلي الجميع الناس يخلي لهم الوالدين ديالهم واللي عزاز عليهم ودائما ان شاء الله يعيدوا معاهم ودائما اللي عنده الوالدين حيين دائما يمشي يزورهم. والوالدين راه ما كيتعوضوش وهذيك الدعوه ديالهم راه هي اللي كتوقف مع الناس. ويعني بزاف الحوايج كيكونوا خايبين كيلقاوهم هذوك دعوات الخير ديال الوالدين ورضات الوالدين يعني كتحل الابواب بزاف. الله يخلي اللي عنده والديه حي الله يخليهم ليه واللي عنده الوالدين متوفين الله يرحمهم والله يجعلهم من اهل الجنه. رودو رضا كيقول لنا كازا الله يخليها سلعه حشومه اخويا رضا كازا شايره مغرب. بالعكس عمرك جيتي لكازا لقيتي شي زعما سوء ديال الضيافه. بالعكس الناس ديال المغاربه معروفين كاملين كيرحبوا بنادم ويعني وكازا شحال من واحد سولته جا كان في مدينه اخرى وجات حول كازا وقال لي ما حسيتش براسي جيت لمدينه اخرى. يعني جيت لكازا حسيت براسي بحال في مدينتي ما حسيتش. الناس اللي كيكونوا عايشين في كازا ماشي هما كازاوا الاصليين يكونوا الناس من مناطق متعدده. أنا كازا في خليط يعني. وكيعيشوا في. كازا مغرب صغير. كيصطوا في كازا. يمكن شخاب هذا عندنا آخر وكنظن أنا اللي كيجي لكازا ما كيحسش بشي تغيير. يعني كاين اللي مثلا مولف كيسكن في مدينة صغيرة مثلا بحال في شهوان صويرة كيصعب عليه أنه يجي لكازا حيت كازا يعني خديجة. يعني السكان ديالها. خديجة كتقول. سيركيلاسيون. انا في اسفي اسفي بلد عظيم احلى ناس اسفي احلى ناس ناس كرماء كرم. واسفي معروفه بالجود والكرم معروفه بالسمك والفخار. اكيد كانوا داروا اكبر طاجين سمك ديال البواري وقال كاتي كتقول كازا مدينه الخدمه والزواج. الأرزاق بيد الله اختي. الزواج فيما مشيتي اختي كاتي كيف؟ اكيد الاخت خديجه يعني الحمد لله احنا بلادنا زوينه يعني من طنجة للقويره فيما مشيتي كتلقى الناس كيرحبوا بك وكتلقى راسك مرتاح الحمد لله. الله يخلي لنا بلادنا والله ينزل عليها ان شاء الله الرحمه ويترفع علينا الوباء ان شاء الله ونرجعوا عاوتاني نزوروا المدن الاخرى وبزاف الحوايج يعني ترجع هذيك العادات والتقاليد اللي كانوا شحال هذه. يعني بكورونا ولا شويه كان يعني فقدنا بزاف الحوايج. اذا متتبعي قناه شوف تي في احنا معكم كنا فتحنا نقاش خفيف ظريف ما سمعتوا معنا. كنتواجدوا معكم في منطقه درب السلطان. درب السلطان كيتصفق القلب النابض لمدينه الدار البيضاء اللي كيجي ليه يعني الكبير والصغير وكيحبوه وكيعشقوه وكتلقى فيه اي حاجه. اكيد هي منطقه شعبيه الناس ولا زوينين الناس ولا ظريفين اي حاجه بغيتيها كتلقى فيها. ف درنا معكم اليوم جوله في ثالث يوم عيد الاضحى في درب السلطان. اكيد ماشي كل المحلات حالين هنا في درب السلطان. الناس يلاه بداو كيرجعوا من السفر ديالهم ما عامرش بزاف. ف الحمد لله الناس اليوم اكيد اليوم بداو كيرجعوا للعمل ديالهم. كل واحد يعني غتبدا ان شاء الله تكومونسا بحال كتب الاسبوع الجاي بحال كتب نهار اثنين ان شاء الله تبدا عاوتاني ترجع الحياه ترجع الحياه ترجع القلب النابض اكيد ان شاء الله. اذا متتبعي قناه شوف تي في كنا معكم مباشره من درب السلطان مدينه الدار البيضاء ونلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر. الى اللقاء.